إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيوة. ما فضل انظر عشرة أن من قالها كتب له عشر حسنات، واحد محي عنه عشر سيئات، اثنين رفع له عشر درجات، كان يومه ذلك في حفظ من كل مكروه. إذا حفظ حفظ دائما، إذا أنت قلت لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر، حفظ من كل مكروه، حفظ. هذا أهم شيء. وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، إلا إذا كان هو يشرك بالله هذا شيء كبير. يعني حتى الذنوب الكفرة غالب الناس سيكون مكفرة أو أنه إن شاء الله محفوظ عنها. طيب بعد هذا بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب، كذلك بعد صلاة الصبح صلاتي الصبح والمغرب اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من بعد صلاة الصبح والمغرب. وفي الحديث هذا ذكر الإمام النووي ان اذا قلت في يوم القيامه النار تقول اللهم اجره مني، ان كل يوم تقول اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، في يوم القيامه النار تقول اللهم اجره مني. تمام. وبعض السلف يقول بعد ما يقول اللهم اجرني من النار، بما ان احنا طلبنا الاجاره من النار لا نطلب السخن الجنه، فبعدين يقول اللهم اسكنني الجنه، اللهم اسكنني على الجنه، اللهم اسكنني على الجنه. اختيارات هذه، لكن مقدمة أولا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الذكر مفتوح، فالذاكرين الله كثيرا واذكر الله ذكرا كثيرا. مفتوح باب الذكر، لكن أيهما الأفضل؟ الإتيان بما ورد عن رسول الله. ثم عن السلف الصالح. طيب. عن السلف الصالح هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له. هذا لم يرد عن رسول الله، لكن عن السلف الصالح يحبه ويؤتى به. ذكرنا بأنه منتشر في كل مكان، منتشر في كل مكان هذا الدعاء. طيب هذا كذلك لا اله الا الله محمد رسول الله في كل مكان، لا اله الا الله الله اكبر، هذه رؤيه راها الامام احمد زيني، الامام احمد بن ادريس صاحب الطريقه الادريس، قراءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني استودعك هذه الكلمات بامتي إذا حافظوا عمدهم حافظين عليها فإنهم في أمان. تمام؟ الأدعية في الحقيقة كثيرة. تمام؟ في هذا كتاب ربيع الأسرار فيه تقريبا عشر صفحات، كلها أدعية واردة عن رسول الله بعد الصلاة. واردة عن رسول الله بعد الصلاة. تمام؟ أيوه شو انظر الدعاء بعد كل صلاة. الدعاء بعد الصلاة يقول من علامات المتكبر أن الله يدعو الله بعد الصلاة. سواء الله مخلص صلاة الله يخرج تأخير ويرفع يديه كل الله أن الله يعني إيش يغفر ويرحم ويتقبل. الدعاء بعد يرفع كلمة ورفع اليدين هكذا ومسح الوجه بهما بعدهم بعدهم. الحمدلة والصلاة على النبي في أول يوم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على الله. وبعد اثنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. خمسة تدعو له حتى دعاء بسيطة، خصوصا إذا أنت صليت في أوقات فضيلة، خصوصا إذا أنت صليت في أيام فاضلة، خصوصا إذا صليت في أماكن فاضلة. دعاء دائما يكون ديدنك. تمام. الدعاء مخ العبادة. بما أنك أنت تدعي يعني معناها قلبك معلق على بسم الله. إنسان ما يدعو الله أبدا. والله أنا ما ليس معلق دائما تدعو. المكث في مصلى حتى يقوم الإمام. الأفضل أنك أنت إذا صليت تمكث في مصلاك، لا تقوم بسرعة. ورد أن الملائكة تستغفر لك. أنت مثلا اسمك زيد، سلمت السلام عليكم ورحمة الله، جلست تذكر الله، الملائكة تستغفر اللهم اغفر لي زيد، اللهم اغفر لي زيد إلى أن يقوم. الأفضل أنك أنت ما تقوم إلا إذا كنت مستعجل. يعني ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله كان لا يزيد على اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك عليك يا رجال الخلق ثم يقوم مباشره. قال لما هذا رسول الله مشغول بالامه وكذا. وانت على حسب قد تكون مشغول. عندك موعد، عندك شغل، عندك الدوام، عندك مشوار، عندك كذا. اذا كنت غير مشغول وثاري احسن تجلس واقرا الدعاء وخلي الملائكه تستغفر لك. الانصراف الى جهه حاجته، يعني سمع الانسان تنصب الى جهه الحاجه وغالبا انها تكون ميسره لانك انت صليت. ما عندك حاجه خلاص انصب الى جهه اليمين.
اخرج من جهه اليمين يمين المسجد هكذا يكون انتهينا من ايه؟ من حكم الصلاه. طيب نستريح دقيقتين او خمس دقائق الى ان في سؤال؟ واحد المصلي يريد ان يخرج لقضاء الحاجة ويجوز له ان يقطع عن الصف؟ ماذا قلنا؟ يعني هو يريد ان يذهب لاجل انه متوضي ولا سيقضي حاجته داخل الحمام؟ هو بطنه تحركت؟ خلاص يجوز كما قلنا يجوز مضطر لانه سيؤذي نفسه. بقاء البول او الغائط في جسم الانسان يضر يجوز النورون وقطع الصف. ايوه الصف لا يقطع بس عندنا ان الصلاه لا يقطعها النورون. فهمت؟ هذا عند الحلال. طيب ننتقل الى مقررات الصلاه. هل الإمام يستقبل المأموم بعد الصلاة؟ أيوه سيأتي جواب صلاة الجماعة. يستقبل فيها بطريقتين، إما أن يرفع اليمين أو اليسار، وإما أن يستقبلهم وإما أن يجعل يمينه إليه. أي سبب؟ ها؟ لأي سبب؟ لأي سبب؟ سيأتي هذا باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة في سنن الجماعة، ما هي السنن التي يعملها الإمام؟ طيب باب مكروهات الصلاة، انتبه ما شاء الله في هذا الباب في هذا الكتاب تقسيم جميل للصلاة اللي مكروهات الصلاة غير موجود وغير مسبوق ما شاء الله تبارك الله. انظر باب مكروهات الصلاة أقسام مكروهات الصلاة أربعة. ما معنى مكروه؟ لا يحتم على فعله ويثاب على تركه. لو تقدم هذا قليلا كنا شردناه وقت ايش قلنا؟ الصلاة ما يثاب على تركها ولا يعاقب على ولا يعاقب على فعلها، هذا المكروه. كم عدد مكروهات الصلاة؟ في هذا الكتاب أكثر من 60 مكروه. انظر ناخذها كلها مع بعض وبسبب انها 60 حاولنا نقسمها لكي يكون يسهل حفظها ويسهل. انظر اقسام مكروهات الصلاه ومكروهات من ناحيه مكان الصلاه. انت لا تعمل مكروه لكن المكان هو المكروه. مكروهات من ناحيه ايش؟ مكان. مكروهات من ناحيه حال المصلي، حال المصلي هكذا حاقد حازم فهمت؟ غضبان زعلان نعسان فهمت كيف؟ انتبه أبو صلي وأنت زعلان. دائما تصالح. الرجل إذا تزوج دائما يتخاصم مع حرمته. سامح. أنت تصلي ولا تكون صلاتك مكروهة. مكروهات من ناحية مخالفة بعض السنن أو تركها. في بعض السنن إذا تركتها مكروه. بعض السنن لو تركتها غير مكروه. ما هي السنن التي لو تركتها مكروه؟ السنن المؤكدة. سنة مؤكدة مثلا التشهد الأول مكروه، أنك تترك التشهد الأول القنوت مكروه وهكذا. طيب ومكروهات من ناحية فعلها، هذا الفعل مكروه مثلا في الصلاة سيعمل هكذا مثلا في الصلاة سيلتفت في الصلاة هذا مكروه فعله هذا مكروه. إذا هذا الفعل مكروه. إذا ناخذ أولا التقسيم الأول مكان الصلاة، ما هي الأماكن التي تكره فيها الصلاة؟ شعر بسرعة الصلاة في الحمام. ما معنى الحمام؟ المكان المعد للغسل. واضح؟ المكان المعد لإيه؟ للغسل. الصلاة في المسلخ، ما معنى المسلخ؟ سلخ الثياب. المكان عند الحمام في مكان يسلخ فيه الثياب، سيصلي فيه، لا. لماذا هذا لا يعرف مكان الصلاة؟ ولأنه سيكون في أصوات وناس، سيبتعد عن الخشوع. والمعطل، ما معنى معطل؟ كان من اول الابل، الابل تشرب من مكان وهذا مكان تعطى، مش معنى يعني يخلونها تنتظر حتى تشرب ثم ترجع. هذا مكان هو سينتظر الابل حتى تشرب سيصلي في هذا المكان، لا. نهى رسول الله عن الصلاه في معاطن الابل، ما هذا ما اسمه ولا المعطل؟ كل هذه التفاصيل هو في التعليق عندنا
أصراف المجزرة. ما هي المزجرة؟ مجزرة كان ذبح، ذبح أشياء الأضحية والغنم والهذا، لأنه قريب من النجاسات. تمام؟ أصراف المقبرة التي لم تنبش، ها مقبرة جديدة، الأموات الذي دفناهم هم كل واحد منهم أول واحد. المقابر القديمة تجد أن هذا القبر دفن فيه 20 واحد، كيف؟ يدفن هذا القبر بعد سنة سنتين يدفن شخص آخر، لأنه الميت يبلأ عظامه تأكلها الأرض، فهم؟ فالمقبرة التي نبشت، هذا في مقبرة نبشت، في مقبرة نبشت ومقبرة لم تنبش. أما نبشت يعني أخرج الميت، يعني دفن ميت آخر، فهم؟ المقبرة لا تنبش يعني عادة جديدة، فقط ميت واحد دفنناه. إذا كانت المقبرة لم تنبش ما حكم الصلاة فيها؟ مكروه. طيب المقبرة التي نبشت ما يجوز، ليه؟ لأنه اختلطت بصديد الميت ودم الميت التراب، لذلك الغالب أنه نجس، إلا إذا وضع عين، إلا إذا وضع سجادة في المقبرة وصلى الله على السجادة، هذه طاهرة. الصلاة في المزبلة، الصلاة في المزبلة أو عند المزبلة، مكان توضع فيه الزبالة، سأصلي بجانب، مكروه. الصلاة في الطريق، هذا في الطريق ما شاء الله ذاهب إلى مذهب، الرز ناس وسيارات، وهؤلاء الناس في غفلة، سأصلي أمامهم لكي يبتعدون، الله أكبر. يا أخي صلاتك مكروهة، لماذا؟ إنك ستشغلك على الخشوع. كل من مر ينظر إليك وأنت رم، وقد يكون بعدين في رياء وعجوب. الصلاة في الطريق مكروه إلا إذا لم تجد مكان إلا هذا. الصلاة في الكنيسة والبيعة، الكنيسة متعبد اليهود، البيعة متعبد ليه النصارى، هكذا كان من أول. ستصلي في مكان اليهود فيه يعبدون يتعبدون، أو ستصلي في مكان النصارى فيه يتعبدون، مكروه. صلي صلاة يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة على سطح الكعبة، هذه الكعبة سيصلي على سطحها. قالوا مكروه، لماذا؟ قال هذا فيه سوء الأدب. إذا لسوء الأدب ما تصلي فوق الكعبة، لا تحتها أو بجوفها أو بجانبها. الصلاة في جوف الكعبة هذا له فضائل. الله يرزقنا وإياكم الصلاة داخل الكعبة. طيب الصلاة في بطن الوادي مع توقع السيولة، هذا مكان منخفض، معنى بطن الوادي منخفض، في هنا أشجار، والغالب أنه نسمع أنه في أمطار وقد يأتي سيل، ما معنى سيل؟ مياه كثيرة، ستصلي، سيأتي السيل بعدين يأخذك، صح؟ السيل يجرف سيارات، خصوصا إذا كان سيلا كبيرا، هناك تقع سيول هنا؟ لا تقع. طيب في ماليزيا إذا توقع وجود سيل، أما إذا ما توقع وجود سيل في أمطار ما في سيول ما يكره. الصلاة في بطن الوادي لا يكره إلا إذا شكل الضابط مع توقع السيول. الصلاة موضع المكس، ما معنى المكس؟ يعني الجمرك، هذا مكان جمرك، والجمرك حرام عندنا في الشريعة الإسلامية، تمام؟ فأيضا مكان ومثل كل معصية، صلاة في مكان تفعل فيه المعاصي مكروهة، يجوز لكن مكان يشرب فيه الخمر، مكان فيه كشف عورات، مكان بنك يعامل بالربا، هل يجوز أن يصلي؟ يجوز لكن مكروه، لأن هذا مكان فيه إيه؟ معصية. الصلاة في السوق، في السوق، نعم السوق، هذا محل وهذا محل، سيصلي في السوق. طيب سأصلي داخل المحل، رأيت داخل المحل مستور، ما المقصود في السوق؟ الناس ينظرون إليك وأنت تنظر إليهم، لن يكون هناك خشوع. الصلاة أمام آدمين يستقبلوا، هذا آدمي هو يقرأ قرآن وكذا ومتكي على الجدار، وهنا القبلة أنا سأصلي، أنا هو يستقبلني أنا، ما حكم صلاتي؟ المكان هذا مكروه لأن فيه آية، لكن لو إنه هو اللي محرم لا. لذلك أنا مثلا أنا أصلي، ثم بعد ما صليت عملت هذا، أخ وجدت واحد يصلي، صلاته أنا مكروه بسببه.
لا تكون بينك وبينه. طيب وإن كان هو بين، وإن كان هو بين يعني بعيدا قليلا، ليس بعيدا كثير مرة، بعيدا كثير مرة. الصلاة أمام آدم يستقبله، فهمت؟ ما حكمها؟ صلاة صحيحة بس مكروه. الإيطان اتخاذ المصلي ولو الإمام موضع يصلي فيه ولا ينتقل عنه، هذا مسجد أو أي مكان، أنا معروف هذا مكان مكاني، ولا أذهب إلى أي مكان بس طول الوقت ما أصلي في هذا المكان. روح إيطان، لماذا؟ الأرض تشهد لك، عدد أماكن الصلاة لك، مرة تشهد لك هذه الأرض، مرة هذه الأرض، مرة هذه الأرض، تمام؟ وهذا مكروه، ورد النهي عنه. إذن الإيطان، ما معنى الإيطان؟ اتخاذ المصلي ولو حتى كان إماما موضعا يصلي فيه ولا ينتقل عن غيره، لا. وأما إذا قال لا أنا والله أنا أصلي هذا المكان، لكن بعض المرات أذهب إلى هنا خلاص لا يسمى إيطان. لو أنا أكثر وقتي هنا، لكن بعض المرات أصلي هنا وأصلي هنا، هذا قريب مكانك في هذا المكان لا يسمى إيطان. وأما إذا قلت لا أصلي إلا في هذا المكان فقط، تمام؟ أيوه. الصلاة مساوية للإمام في الموقف بجانب الإمام، الإمام وأمامه بجانبه، أقدامه بجانب بعض، هذا مكروه. مكروه مساواة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، لابد أن يتقدم قليلا ليميز. إذا ساويت الإمام مكروه، إذا تقدمت عليه بطل صلاة خلافه. كيف أتأخر؟ أتأخر عن عقبه، يعني هذا عقب، هذا عقبه، وهذه قدمه، يكون هكذا. لا يكون هذا، لا الأفضل هكذا، تمام؟ الأفضل هكذا. طب لو كان في هكذا لا يكره، يكره أن إذا كان بالضبط هكذا لا يكره، هكذا لا يكره، والأفضل هكذا، يعني في خط، يعني إيه؟ تتأخر رؤوس الأصابع عن عقب الإمام، هذا الأفضل. طيب انتهينا من المكروهات التي إيه؟ في مكان المصلي، تمام؟ ايش حكم الصلاة في دورة المياه؟ حمام. طب هنا لم نذكره. من باب أولى. من باب أولى. بعضهم يقول يا أخي والله حمام نظيف. ما شاء الله. نظيف. في كرسي بس هناك واقي قضاء الحاجة كلها. مكروه. أي ما دام المكان فيه قضاء حاجة مكروه. واضح؟ ما يحرم؟ لا ما يحرم. تصح الصلاة إذا كان طاهر المكان، أو أتى بسجادة أو فراش صلى كامل، أو بعضهم ما يستطيع أن يصلي، في بعض البلدان كان مشددين على المصلين وعلى المسلمين، فيضطر أنه يصلي في الحمام، ما حصل تصح عليه، بس فقط ينظف الحمام يتعافى، أو يأتي بأي فراش أو أي سجادة خفيفة أو أي ورقة. صلاة صحيحة، وإن كان في الحمام، أهم شيء المكان الذي يباشر، أنتم فقهاء، المكان الذي يباشر طاهر. طيب مكروهات من ناحية حال المصلين، الصلاة حق حق حازق حق، كيف كلها حا 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 بعد يخلص حق بالنون الذي يدافع البون يقول سيصلي وصلاته مكروهة، ماذا أعمل؟ لا تصلي، ادخل الحمام، اقضي حاجتك، وبعدين يقول له توضا ما يصلي، قال صلاه الجماعه، حتى لو فاتت الجماعه لك اجر الجماعه، فهمت؟ انظروا كيف العلماء الشريعه تهتم بالخشوع، لو صليت وانت تريد ان يخرج منك البول، يلا بسرعه يا امام، اين الخشوع؟ ليس المقصود انك تصلي وجسم يطلع ينزل، المقصود انك تكون خاشع، ليس المقصود انك تصلي فقط، المقصود انك تكون خاشع، اذا يكون حاطين بالبول، حاطين بالباء، ايه الغاء، شو كيف الباء الغاء تكون من تحت، شو حاطين لكي لا ايه لا تخطئ، حاطين النون فوق لكي تحفظ، ما تقول حاطين وحاطين باء غاء، تمام؟ ايوه. حازق بزاي يدافع الريح، لن يبول ولا يتفاوت، سيخرج منه رائحه. ما حكم صلاته؟ ما هو الحكم؟ يا اخي اخرج الرائحه، هذا كله اذا كان هو لم يصلي، فهمت وليه؟ مقصود يعني اذا انه لو صلى سيعمل هكذا، فنقول لا تصلي، واما اذا لا صلى واتى هذا الحازق او الحاقد او الصلاه عليه صلاته، لا ما يقطعها الا اذا كان يخاف على نفسه الضرر، فهمت؟
وهو في الصلاة حركة بطنه. هل يقطع صلاة؟ لا، ما يجوز إبطال الصلاة. فهمتم؟ نحن نتكلم هذا إذا هو صلى وهو بهذه الحالة، صلى من البداية وهو حاقن وحازق وحاقبك. أنت حاقن بالمين. يجمع بين الأمرين البول والباطن. وبعضهم يزيد حافز بس غير موجود هنا، الذي يلبس خف ضيقا. لو لبس خف ضيق سيؤلمه، لأن خف ضيق سيلهيه عن الصلاة، يسمونه حافز. طيب الصلاة تائقة للطعام، الصلاة إيه؟ تائقة للطعام ما شاء الله. دخل الوقت، انظر دخل الوقت وجابوا الأكل، أمامي أمرين، أصلي أول الوقت ولا آكل؟ أقول هل أنت تائقة للطعام أم لا أنت تائقة للطعام؟ أول شهر كنت نعم والله جوعان من الصلاة ما كل شيء. طيب هل الأكل موجود ولا عاده؟ قالوا ربع ساعة أو نصف ساعة. لا، الأكل حاضر إلى شرطين، إذا توفروا يسلك يعني مكروه أن تصلي وأنت تائق وأنت جوعان. إذا كنت تائق للطعام والطعام حاضر. وشرط آخر إذا وسع الوقت، الوقت عاد قليل يمديه يأكل وبعدين يصلي. أما إذا كان لا، بقي من الوقت 10 دقائق وهو جوعان وفي نفس الوقت لم يصلي، هل نقول له قدم الأكل أو قدم الصلاة؟ خلاص ما بقي إلا 10 دقائق، خلاص أصلي وأنا تائق. طيب مكروه؟ لا، ما هو مكروه، لأنه الآن الوقت غير واسع. متى نقول إنه مكروه؟ إذا كان الطعام وحاضر وفي نفس الوقت الوقت واسع. تمام؟ انظروا في الزهد ماذا قال؟ وتكره الصلاة في الحمام. ما معنى الحمام؟ مكان معد لليه؟ مع مسلخ، في المسلخ، ومعطر ومقبرة. هذه المقبرة ما حكمها؟ ما له بشر إذا لم تنبش، وطرق ومجزرة. هذه أنت تقول تكره، تكره مع الصحة ولا مع عدم الصحة؟ مع الصحة. لذلك قال مع صحته، إذا تكره مع صحته. ومثل ماذا تكره؟ كحاقن، الحاقن بول الغائب، بول حازق ريح. وعندما كول يكره، مهما صلاة من؟ صلاة التائق. التائق لماذا؟ للطعام. وهذا الذي مطلق عليه صلاة حافز وهو لابس الخف الضيق، الذي يلبس خفا ضيقا. أيوة اللي بعد. حاله كذلك غضبان، زعلان، يصلي وهو زعلان. ليه زعلان؟ لأمر أخروي ولا دنيوي؟ والله زعلان. ليه؟ لأنه فاته درس. في حد يزعل؟ لا، والله فاتني درس التقرير. يزعل إلى شيء آخر. تمام؟ فهمت؟ إذا زوجته قالت هيا إلى النوم فقال لا، إذا هو قال هيا إلى النوم فقال لا. إذا كان غضبان، غضبان غضب، مثلا والله زعلان في خسارة مالية، في أي شيء، ولده لم يسمع كلامه، كذا كذا، أي مشكلة، زعلان غضبان. سيصلي وهو غضبان؟ لا، قد يدعو على هذا الذي هو بينه وبينه غضب. تكره الصلاة وهو غضبان. والله يقول زعلان، يقول له يا رب سنصلي، يقول انا صليت وانا لم اصلي. لماذا لا تصلي؟ السنه انه لا يصلي وهو غضبان، السنه وهو يصلي وهو غير غضبان. فهمت؟ الصلاه غضبان ايه؟ مكروه. الصلاه مطبع انا سيصلي وهذا مكشوف، يعني هو هذا عريان، سيصلي وهذا مكشوف، سيعمل بس هكذا. مطبع، تمام؟ سيكشف كتفه الايمن او الايسر. مكروه كشف هذا، مكروه في الصلاه، لا يليق الصلاه. طيب والحاج والمعتمر؟ الحاج والمعتمر لا يصلون هكذا، فقط في الطواف والسعي. طواف والسعي، اذا مكروه الاطباع في ايه؟ مكروه الاطباع في الصلاه، فهمتم؟ طيب عندما نحن نصلي والبعض يصلي مثلا لابس رياضه، لباس رياضي او لباس خفيف، وكيف هذه بنيله الى هنا، وبعضهم يصلي وهذا مكشوف الى هنا.
العبرة بالكتف، الكتف إذا كان مستور فلا يخرج. لو شخص صلى بهذا من الداخلي إلى هنا، يكره؟ لا ما يكره، يكره لو هذا مكشوف. لأن العبرة بالمنكب أو بالإيه؟ بالكتف. انظروا الصلاة نعسانا، سيصلي وهو نعسان، لأن ورد نهي عن ذلك. قد الإنسان يسب نفسه، قد يدعو على نفسه، قد يذكر الله بالخطأ، قد يذكر الله بالخطأ، يذكر اسم الله، يذكر كذا، فهم؟ وهو نعسان، لذلك الصلاة نعسان. فما هو الحل؟ يترك الصلاة؟ لا، إذا كان نعسان ينام، ينام وبعدين يصلي وهو حاضر، نعسان يعالج النعاس بماذا؟ يغتسل، يتوضا، يعمل أي شيء، تمام؟ حتى يزول هذا النعاس ويصلي في حضور قلبه. الصلاة متلثمة، سيغطي وجهه ولن يكشف إلا هكذا، متلثمة بسبب البرد. الذي يغطي صدره يسمى التلثم، الله مكروه. الصلاة متلثم. الصلاة للمرأة منتقبة، هو المرأة ستصلي هكذا وهي كاشفة ساترة وجهها، ما حكم صلاتها؟ مكروهة، تمام؟ مكروه صلاة تكشف وجهها إلا إذا كان أمامها رجال أجانب، في الحال تستر الوجه، فهم؟ إذا منتقبا للمرأة، صلاة منتقبة، المرأة منتقبة مكروه. الصلاة مكشوف الرأس والمنكب، هذا المنكب الذي قلنا لك، أو الرأس، خصوصا عند الأحناف، عند الأحناف كراهة شديدة أن الإنسان يكشف الرأس، وسيصلي هذا كاشف الرأس. لأن عندنا مكروه بس كراهة عادية، لكن عندهم كراهة شديدة. مرة كنا هكذا في مجلس، فجاء بعض الناس يتكلم يقول عند الأحناف تبطل الصلاة الذي يكشف رأسه. فنظرت إليه قلت يا أخي كيف؟ بعيد تبطل الصلاة، الأمة كلها يصلون بدون كسر بدون ستر رأس. قال لا. فبعدين اتصلت على أحد علماء الأحناف لكي أتأكد، لأن لا يتدخل فقط من الكتب، أحسن تسأل عالم، العالم قرأ كتب الأحناف كلها. فقال لا، قال لا، مكروه كراهة شديدة، قال مكروه كراهة شديدة، لأن الإنسان يصلي وهو مكشوف عليه الرأس. إذا هذا مكشوف الرأس. الصلاة في ثوب من غير أن يجعل على عاتقه شيئا، نعم، يلبس ثوب كما قلنا وهذا ما يجعله مكشوف مثلا. الصلاة في ثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيها، سيصلي ولبس ثوب وزخارف وأشكال وكتابات وصور، هذا سيلكي، تمام؟ الصلاة في ثوب فيه تصاوير أو أي شيء. الصلاة مشتملة كاستعمال الصماء، انظرها سيستخدم الرداء هكذا، يسمونه كاستعمال الصماء، مثل الأفغان هذا سكير يعمل هذا، هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لنفرض أن في شيء سيقع في وجهه لا يستطيع أن يدفعه، لأنه هو، تمام؟ لأنه منع هذا صماء، معنى صماء أنه من كل النواحي سد على يديه. فهذا الصلاة مشتملة كاشتمال الصماء. السدل هذا الذي كنت أقول له، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين هكذا، سيصلي هكذا الرداء من الجانبين من هنا ومن هنا، تمام؟ فيصيب به الأرض، هذا يعني يصيب به الأرض، خصوصا إذا ركع أو سجد سيصيب بالأرض، تمام؟ هذا إيه؟ مكروه. الإسبال، ما معنى الإسبال؟ أن يرسل ثوبه حتى يصيب الأرض، سيصلي وهذا سينزل زيادة إلى هنا، إسبال حتى يصيب الأرض مكروه، تمام؟ يرفع لماذا؟ قد يكون في نجاسة، قد يكون في كذا، قد يكون، تمام؟ طيب، هذا الإسبال في الصلاة، تمام؟ أنتم بعضكم يلبس بنطلون، هل هذا البنطلون يصيب الأرض؟ البنطلون هذا هل يصيب الأرض أم لا يصيب؟ مشكلة كيف؟ لأنه أصاب الأرض. الصلاة جائزة، تمام؟ إذا واحد معلوم مثلا شخص لم يجد من يخيط، أو إنه أخطأ الخياط، مثل مرة هذا وصلنا ثوب في أندلسيا وجعله طويل،
استدلال هذا ليه؟ الإثبات. طيب آخر شيء نكمله. لا ليس آخر شيء، بقي اثنين. مكروهات من ناحية مخالفة بعض السنة وتركها. انظر هذه الآن السنة الآن سأعطيك إياها ستأخذها. سنة مخالفتها مكروه. هذه عفوا هذه مكروهة الآن لأنها تخالف السنة. انظر الإصرار والجهر في غير موضعهما. سيصلي العصر جهرا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، صلاة العصر سرا، أو سيصلي المغرب أو العشاء سرا وهي جهرا. كان متعمدا بين كان ناسي خلاص نسي. نتكلم على التعمد. إلصاق عضديه بجنبيه للذكر، في الركوع سيعمل هكذا وفي السجود سيعمل هكذا. الجنبين العضد، هذا العضد، هذا العضد بين المرفق والكتف، هذا العضد سيلصقه بجنبيه وقت الركوع وقت السجود مكروه. السنة تفرق. إلصاق بطنه بفخذيه للذكر، هذا ذكر بالنسبة للأنثى، الأنثى ليس مكروه. الجهر خلف الإمام بغير الأمين وما استثني. سيجهر خلف الإمام، الإمام هو يجهر بالفاتحة وصاحبنا المأموم يجهر بالفاتحة، مكروه. فهمت؟ أو أنه يردد خلف الإمام ويسمع الذي بجانبه، مكروه. لا تجهر إلا بأمين أو ما استثني. ما هو الذي يستثنى؟ الرد على الإمام مثلا، إيه؟ تصريح خطأ الإمام ستجهر. من هو الذي يستثنى؟ المبلغ. المبلغ لا يقول الله أكبر، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سمع الله، أليس كذلك؟ هذا مبلغ، لا يقدر أن يجهر خلف الإمام. تمام؟ إطالة التشهد الأول مكروه، والدعاء بعده بعد التشهد الأول مكروه، أيوه. ترك السورة في الركعتين الأوليين، ولا الضالين آمين، الله أكبر. مكروه أنك تكره، ليه؟ مكروه أنك تترك السورتين في الركعتين الأوليين، ليه؟ في بعض العلماء قال إنه واجب. وبعضهم يقول انك تسجد للسهو صلاه ناقصه. اذا تقرا سوره في ركعتين الاولين. ترك تكبيره الانتقالات مكروه، بعض العلماء اوجبه. تكبيره الله اكبر، سمع الله لمن الله اكبر، الله اكبر، هذا مكروه انك تتركها. ترك اذكار الركوع والسجود والجلوس والسجود والجلوس بين سجدتين، لان هذا بعض العلماء عنده واجب كالحنابله، واجب انك تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الاعلى وبحمده. عنده هذه الأذكار بعضهم أوجبها. انظر ترك الدعاء في التشهد الأخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلاتك صحيحة. لكن تركت الدعاء، اقرأ ولو حتى دعاء مختصر. ولو حتى دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو حتى دعاء مختصر. ربنا تقبل منا هذا. عدم السجود على الأنف، سيسجد على الجبهة فقط ولا يسجد على الأنف. سيرفع أنفه. مكروه هذا الأنف. قيل في عند الحنابلة واجب انك تسجد عليه. انت حق شفت هذه مكروهات تجعل صلاتك فيها خلاف في صحتها. قراءة القرآن في غير القيام بقصد القراءة لا للذكرى، سيقرأ في الركوع آيات قرآنية أو في الاعتدال آيات قرآنية أو في السجود آيات قرآنية أو في التحيات آيات قرآنية. مكروه إلا إذا قرأ دعاء وقصد به الدعاء في السجود مثلا. مثلا في السجود قال آتني من لدنك رحمة وعلمني من لدنك علما مثلا، أو مثلا إيش؟ في السجود إيش؟ سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، أو غيرها. هذه أدعية، لكن أنا أقصد القرآن، أقصد الذكر. إذا قصدت الذكر غير مكروه. خفض رأسه في الركوع مكروه. ستر يديه عند الإحرام والسجود، عند تكبير الإحرام سيستر يديه. ووضعه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرامي مكروه. أن يلتفت في سلامه بسرعة كالتفات إليه. الثعلب هذا وقت السلام، السلام عليكم الله، السلام عليكم الله، مستعجل انتبه. الثعلب هذا تشوفه بعيد ثم هذا التفات الثعلب، لا تلتفت كالتفات الثعلب. نحن نهينا عن التشبه ببعض الحيوانات بالغراب وبالإبل وبالثعلب وبالكلب. أن يضرب كالبعير. ما معنى البعير؟ يقدم يديه على ركبتيه فيس كما قلنا، سيسجد يعمل هذا. الله انظر لا تبرك البعير، هو ضع ركبتك ثم يديه. إلا إذا كان شخص معدوم مريض أو شيبة كبيرة. افتراس السبع. ما مقصود بالسبع؟ الكلب يفترش. كيف يفترش؟ كيف هو يفترش؟ يضع ذراعيه على الأرض في السجود.
سجود هذا كلام مو لا ترفع يديك تمام؟ شو عندنا في التعليق تحت؟ المصلي منهي عن التشبه بعض الحيوانات، ولذلك يقول بعضهم انظروا إذا سيأخذ وقت اطلع فوق يعني خلاص هذه مكروهات من ناحية فعلها مكروهات من ناحية ايش؟ فعلها هذه الأفعال مكروهة أولا كف شعره وثوبه سيصلي هكذا انظر الله أكبر مكروه أنت تقول لواحد صلى هكذا غير مكروه ولا أنت تقول مكروه نعم هذا موجود مكروه شيء موجود هكذا تعمل هكذا الله فإذا إذا أنت توضأت مكروه أنك تصلي هكذا ثم بعد ذلك تصلي أو الشعر شعرك هكذا مكروه أنك كنت ترفعه تمام خصوصا شعر الطويل أو المرأة كف شعره وثوبه رفع البصر إلى السماء سيصلي هكذا هذا في إمام قلة هذا وراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون بصرهم إلى السماء لا ينتهون أو لا تخطفن أبصارهم يورث ضعف النظر وضع اليد على الخاصرة يقولون أول ما الله عاقب من إبليس يا ليته تواضع قال اغفر لي يا ربي لا عمل هكذا وضع اليد على تخيل شخص يصلي بسم الله الرحمن الرحيم هذا من سوره المتكبرين هذا مكروه في الصلاه هذا معنى وضع اليد على الخاصره ايوه خذها مع المراجعة طيب مسح جبهته وتسوية الحصى في محل السجودات انتبه كان من أول ما في فراش في تراب ما في سجادة إلا فضل أنك أنت صليت في أي مكان في زحام الله أكبر الله أكبر فيه تراب بس مكروه ما تمسح لا وقت الصلاة لا بعد الصلاة ستمسح ما في مشكلة في أثناء كل ما صليت أو تسوية الحصى سيشتغل بتسوية الحصى مكان السجود لا يا أخي إذا أردت أن تسوي مكان السجود سويه قبل الصلاة إذا صليت خلاص حتى زكيب لو صليت ما تسوي صفوف ولا لا تنشغل بغير الصلاة أردت أن تسوي صفوفا قبل الدخول في الصلاة أردت أن تعمل بعض الأشياء قبل الدخول في الصلاة إذا صليت خلاص إلا إذا كانت تسوية بسيطة أيوة طيب النقر في السجود كالغراب انظر النهي عن التشبه بالله بالحيوانات النقر في السجود كالغراب السجود هذا الله 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 كأنه غراب إذا اطمئن بقدر سبحان الله سجوده صحيح إذا كان أقل من سبحان الله ما في قدر سبحان الله النقر في السجود كالغراب جلسة بإقعاء كالكلاب ما هي جلسة الأقعاب الأنظر أن يجعل اليدين على الأرض وكذلك رجليه ويبصر ساقيه طيب ها هذه يجعل إيش؟ رجليه على الأرض الساقين منصوبة هكذا هذا سيصلي هكذا أو هكذا هذا جلسة الإقعاب الكلام إذا جلست في مكان هكذا طيب انظر مرة ثانية يجعل يديه على الأرض وكذلك رجليه الساقان ينصبون عندنا إقعاء مسموع عندنا إقعاء هذا إقعاء مكروه الإقعاء المسموع ما هو أن يجلس على عقبيه تمام أنت الآن قلت جلسة الإقعاء مكروه هل في جلسة أخرى مكروه نعم وأخرى إذا الجلسات المكروه في الصلاة جلستين الإقعاء وأخرى ما هي أمر الجلوس مادة رجليه للقبلة كيف هكذا أفضل القبلة هذا سلام لا أحترج القبلة معهم صلاة صحيحة معهم الجلسة هذه مكروهة طيب الالتفات بوجهه لغير حاجة سيلتفت بوجهه لغير حاجة أما إذا كان لحاجة سمع صوت مثلا ولد صغير هنا يخاف عليه أن يقع فيه شيء مؤذي أو كذا التفت تتأكد ما حار بجانبه أو شيء مؤذي الالتفات غير حاجة الالتفات غير بوجهه تمام
والالتفات بعينيه. الحمد لله مبروك هكا شخص يمر وكذا التفات بعينيه مكروه ام لا؟ ها من يعرف؟ ها؟ غير مكروه. ثبت عن رسول الله انه التفت بعينيه كان مرت بجانبه قافله فاخذ يتتبعها. اذا عندنا الالتفات اربعه: التفات بالعين غير مكروه، التفات بالوجه مكروه، التفات بالصدر ها موطن الصلاه، التفات بالقلب هذا إعراب عن الله يلتفت بقلبه يعني ما هو لم يحرك وجهه ولا صدره هناك قلبه في مكان آخر. إذا هذا إعراب عن الله سبحانه وتعالى. الالتفات أربعة. طيب انتبه، البصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالة، ما معنى البصق؟ ما معنى البصق؟ الريق. ما حكمه؟ انتبه، نفرض أين القبلة؟ نفرض أن هذه القبلة، تمام؟ أردت أن أبصق. ركز معي، القبلة هنا، هل أنت في مسجد؟ لا أنا لست في مسجد، يجوز أن أبصق في أي مكان، بس لا تبصق في القبلة ولا عن يمينك. هنا اليمين، لا تبصق على القبلة ولا عن يمينك. هذا غير مسجد. وبعد ذلك أنا سأزيل هذا الشيء. إلا إذا كان في منديل أو بيدك مثلا ثم بعدين تمسحها، بصق هذا ليس نجس، البصق هذا ليس نجس، لو أنه نجس مشكلة، لو أنه قي، القي نجس. طيب أنت تقول لا نبصق، طب وهذا في غير المسجد، والمسجد مسجد حرام، المسجد حرمة وقف، المسجد ليس كغيره يحرم حتى من جهة اليسرى حتى من جهة اليسرى. طيب أنت تقول خارج المسجد نبصق إلى الجهة الأيسر، لماذا لا نرفض جهة القبلة هذه؟ قبلة الصلاة ما يجوز. طيب لماذا لا نرفض جهة اليمين؟ جهة اليمين هنا ملك اليمين، نبصق فيها هذه ملك اليمين. طيب ما شاء الله ملك اليسار مسكين، كيف نبصق؟ قالوا لا، ملك اليسار يتنحى مباشرة، إذا أردت أن تبصق كن بعيد عنك، فهمتم؟ إذا لماذا يبصق عن اليسار؟ لا يكره البصق عن اليسار، قال لأن ملك الملك اليسار يتنحى. لماذا مكروه تبصق عن اليمين؟ احتراما لملك إليه؟ احتراما لملك إليه؟ اليمين. إذا البصق في غير المسجد، أما المسجد يحرم. البصق في غير المسجد، أما المسجد يحرم. عن يمينه أو قبالته، ماذا قال بالتعليق؟ انظر. شوف كيف احتراما لملك اليمين وللقبلة فيبصق عن يساره لأن ملك اليسار يتنحى. قالوا طيب هذا البسط يقع على من؟ قالوا يقع على القرين وهو الشيطان. هذا كله طبعا إذا كان ما في أحد بيسارك، ها وأنت تصلي واحد جنبك. قال معلش في هذا ملك، إذا كان أحد على يسارك فلا تبصق، ابصق أسفل. تمام؟ هذا كله إذا كان شيء مؤذيه، يريد أن يقرأ القرآن وهذا موجود في فمه، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا يستطيع أن يكبر، فلا بد أن يخرج هذا المصاق. فهمت؟ الأفضل الإنسان يستعد بمنديل دائما احتياطا، ها؟ ويبصق فيه. طيب؟ قال بقي كثير أم قليل؟ انظر. طيب، مشكلة تحتاج إلى الشرح، صعب أن نمر عليها مرور. كل جملة نقد فيه تقييد، فيه شرح، فيه صورة، فيه القيام على رجل واحدة وهو ما يصور في الصف. أنا شخص سيجاهد نفسه، يقول أنا هذه نفسي أمارة بالسوء سأجاهدها، كيف؟ سأصلي لله في آخر الليل بقدم واحدة بس. هذا ماذا يسمونه؟ صفان والصافنات الجياد، المرأة تقوم على أي قدم واحدة، القيام على رجل واحدة. يروى عن بعض الأولياء أنه كان عندما يصلي برجل واحد، لكن هذا من باب هذا ولي كبير كذو عالم وذو كذا وذو داري، لكن لكي يعني يجاهد نفسه. بعض الأشياء لا نجعلها قاعدة، فهم؟ بعض الأشياء إذا وردت تكون في حالة معينة خاصة معينة، ولا أقول أن الكل يعملها، لا. والعبرة بما ورد عن رسول الله.
إذا ورد النهي عن رسول الله وقرر العلماء أنه مكروه خلاص فهو إيه؟ مكروه. طيب انظر لصق إحدى مو أحد إحدى الهمزة تحتها لصق إحدى الرجلين بالأخرى للرجل وهذا ما يسمى بالصفد. مقررين في قصها سيصليها فيها رسول الله كما قلنا السنة أن يفرق بينهما بقدر ما لا المرأة لا يكره التشبيك بالأصابع سيصلي هذا بسم الله الرحمن الرحيم مكروه هذا يعني يكره أو حتى عندما ينتظر الصلاة مختصرة بشكل مكرر عندما قلنا أن يضعه على خاصرته قلنا نفس الإعادة وهو وضع يدي على الخاصرة لكن لماذا في خلاف ما معنى كلمة الاختصار باختصار يعني نظر في التعليق ما معنى الصلاة مختصرة وهو أصح الأقوال قيل التوكي على العصا إذا صليت هكذا يعني معناه أنت مختصر وقيل هو اختصار يعني صليت بالعصا بدون حاجة للعصا وما الشخص المريض اختصار صورة بأن يقرأ آخرها فقط آخر فقط يقرأ آخر مثلا سورة آخر ثلاث آيات من كل سورة هذا يسمونه اختصار هذا مكروه وقيل اختصار الصلاة بأن يتم حدودها الصلاة يعني فقط في الصلاة لا يعمل السنة فقط الأركان يقرأ الفاتحة ويركع يقول سبحان الله ويركع يقول سبحان فهمت هذا يسمونه اختصار وقيل هو أن يقتصر على آيات السجدة يقرأ آيات السجدة ولا يسجد حاصل هذا اختصار المعتمد أنه إيه الاختصار إيه يعني أصح الأقوال أن الاختصار يضع اليد على الخاصرة طيب أيوه ارفع فوق الاهتزاز يوم لا ترى يسوع سيصلي هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم مكروه يوم لا ترى يسوع الا اذا كان شخص اتاه نزعه برد لا معلوم يحتز لاجل البرد يعني ها ان يروع على نفسه في الصلاه ها سيعمل هكذا في الصلاه أو يأتي بمروحة ثلاث حركات بطل الصلاة كله كم مرتين وضع اليد على فمه أو أنفه بلا حاجة سيعمل هكذا أو ركعه مكروه تمام أو إلا إذا كان مريض وفي رائحة غير ليست مناسبة له هو مريض لو شمها بعضهم يؤثر عليه الغبار هذا بعضهم عنده مرض في الصدر وجاء غبار جاءت سيارة وجاء عملها كله أجل لا يدخل الغبار بلا حاجة إذا كان بحاجة شد الوسط هذا الوسط سيشده يعني إزار طرف إزار يلبس حزام يلبس سبتة يلبس وسيشد شدة هذا يؤذيه فإذا لن يخشع في الصلاة مقارنة الإمام في الأفعال يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجود الإمام السنة يتأخر عن الإمام ما ضابط التأخر سيأتي باب صلاة الجماعة التثاؤب هو تثاؤب لكن عمل هكذا السنة هكذا لكن هو نفس التثاؤب مكروه يقولون التثاؤب في الصلاة والتثاؤب في القتال التثاؤب في القتال علامة الإيمان والتثاؤب في الصلاة من علامات النفاق التثاؤب في الصلاة المفروض أن يكون قلبه حاضر فلا يتثاؤب التثاؤب في القتال يتثاؤب من شدة من قوة الإيمان لا يهمه مع الموت فإذا جاء لهم سيناء هل لهم هذا التثاؤب يعني يقولون من المكروهات تمام فأنت اجعل من الناس الذين لا يتثاؤبون في طلب العلم أبدا لا تعرف الفتور والكسل فهمت؟ هذا شخص لا يتثاؤب في طلب العلم لا يتثاؤب يعني ما يترك إن شاء الله همة عالية الإشارة بما يفهم لغير حاجة لغير حاجة أما لحاجة سألوك عندك المفتاح وأنت تصلي تشير عندك المفتاح إشارة هل هي الحاجة؟ نعم الناس يسألون يبحثون عن المفتاح تقول هكذا ورتب إشارة لحاجة لا يكره لغير حاجة مكروه ستشير لشيء لغير حاجة ما هذا مكروه فرقعة الأصابع سيشتغل بفرقعة الأصابع في الصلاة هذا مكروه خارج الصلاة غير مكروه الاستناد إلى ما يسقط بسقوطها انظرها سأستلم إلى هذا انظر انظر أنا من الصف صف 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 بعدين أنا أو مكان هذا صليت صفوف 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 بعدين هذا مكان فاضي
حتى لو الإمام طول عادي. نقدر لو أزيل هذا لا أجد هذا أسقط. قال لا لا أسقط أنا قائم بس قليلا هذا لا يكون. أما إذا كان لا هكذا. لو أزيل هذا النداء ماذا سيسقط؟ الاستناد إلى ما يسقط بسقوطه. لو هذا سقط لسقطت هذا مكروه. أما إذا قال لا فقط قليلا بس يعني استناد قليل لو أزيل هذا النداء.